أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وفاة الطفل محمد الإسماعيل متأثرا بإصابته جراء القصف المدفعي من قوات الأسد وروسيا على قرية معربليد جنوبية إدلب أمس الثلاثاء وفق الدفاع المدني السوري. قوات الأسد تستهدف بقذائف المدفعية بلدتي الموزرة وبريف إدلب الجنوبي ومحيط معارة النعسان شمالي إدلب. المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفن شنيك يؤكد أن الانخفاض الحاد لقيمة الليرة السورية يشير إلى ضرورة توقف سلطة الأسد وروسيا عن عرقلة المسار السياسي وفق القرار 2254. مقتل وإصابة عدد من عناصر قوات الفرقة الرابعة التابعة لسلطة الأسد جراء اشتباكات مع مجموعات مدعومة من ميليشيا حزب الله اللبناني بريف حمص الجنوبي وفق مراسل حلب اليوم. الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي بينهم 11 طفلا وثلاث سيدات في تموز 2023. الدفاع المدني السوري يحذر المجتمع الدولي من الرضوخ لشروط سلطة الأسد حول إدخال المساعدات إلى شمال سوريا وتحويل الملف الإنساني إلى ابتزاز سياسي.